قطاع الانتاج الوثائقي بالشركة المتحدة اعلن ان هو هينتج سلسلة اعمال وثائقية بعنوان وثائق العبور، وهيتم عرضها على شاشة القناة الوثائقية قريبا، وده احتفالا طبعا بالذكرى 51 نصر اكتوبر. القناة الوثائقية هتعمل وثائق العبور، يعني بقول لك بقى هنعترض لأول مرة عن وثائق عسكرية رسمية مهمة أفرج عنها مؤخرا من قبل وزارة الدفاع المصرية، والأول مرة بعد أكتر من 50 سنة باحتفالنا بنصر أكتوبر. وبتشمل وثائق دي تفاصيل مهمة تتعلق ببعض الخطط والأحداث اللي شهدتها الحرب، زي وثيقة الخطة جرانيت لعبور قناة السويس، وخطة الخداع الاستراتيجي وتصفية ثغرة ديفرسوار، وقرارات وقف إطلاق النار. فتابعوا قناة الوثائقية قريبا، لأنها هتستعرض الوثائق المهمة جدا دي اللي هتكون بمثابة رد على كل شخص يعني تسول له نفسه إن هو إيه يشكك في انتصارنا العظيم على الصهاينة أو جيش العدوان الإسرائيلي في 73.